ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل كيكة بالطحينة. نعرف كيكة بالبرتقال، كيكة بالفراولة، كيكة بالتفاح، كيكة بالجزر، أما كيكة بالطحينة دي أول مرة أسمع عنها. تيجي نشوف مقاديرها على الشاشة. طحينة 1 كوب، كمية حلوة يعني، ومعانا سكر كوباية، زبادي كوباية، خميرة، خميرة تخش في الكيكة. أنا بقول كده. معانا نص معلقة، ومعانا بيكنج باودر معلقة كبيرة، ومعانا فانيليا، ومعانا 2 بيضة، هو المفروض 4 بيضات. أنا بقى هبتكر وأعمل حاجة لطيفة، هستخدم زبادي بدل البيض، يبقى أنا وفرت البيض. أنا مش وفرت بخل خالص، عشان تبقوا فاهمين، زبادي يعني بروتين، بروتين حيواني قيمته الغذائية عالية جدا، ولكن استخدمت 2 بيضة مع زبادي، استبدلت حاجة وهديت الخميرة هنا، فأصبحت العملية الفوارة، العملية اللي هتخلي الكيكة بتاعتي فايرة وإسفنجية، الخميرة مع البيكنج باودر. هو ده العلم الطهوي، هي دي الخبرة الطهوية، هنشوفها مع بعض دلوقتي. ومعانا برتقال كوباية، وبقية البرتقال أنا هشربه. حلو الكلام؟ تعالوا نشتغل فيها مع بعض. آدي 2 بيضة، كيكة بيوتيريا شيف. جربي، لازم يعني تبقى حافظة تستخدمي 4 بيضات و5 بيضات خالص، بالعكس. وانا معاك اهوت، وعلى عينك يا تاجر. هنجيب المضرب، اتعلمنا من الشيف المغازي، والمقادير على الشاشة تفاصيلها صغيرة اهو. 2 بيضة، ومعانا 1 كوب سكر، 1 كوب طحينة، خميرة نص معلقة، بيكنج باودر معلقة، زبادي 1 كوب، 2 كوب من الدقيق، ممكن يكون 2 كوب الا ربع. ننزل بالسكر زي الفل. الله. تنك تقلب السكر مع البيض لغاية لما ياخد اللون الابيض الكريمي. زفرة البيض، الفانيليا. بحب الصوت انا ده. زي الفل. شوف القوام ده كده، ايه رايك في القوام ده؟ بص بص. ده معناته ان البيض سليم. ونصيحة مني، طلعي البيض من التلاجة قبل التشغيل بربع ساعة، طالما البيض في التلاجة، بس احنا في ايام الحر مش مشكلة، طلعيه على طول. ده جاهز زي الفل. تمام. في مشكلة معانا مع الخميرة هنا بقى، عشان نحطها مع البيض اللي طالع من التلاجة والزبادي والمكونات ديت، ممكن احنا مدخلينها للإفادة تخش العكس تضرنا، يعني ايه؟ تخلي الكيكة بتاعتي هابطة. ما اعمل ايه يا عم غازي؟ كده انا خليتك وفرت بيض، وهتعملي كيكه دلوقتي بطعم تاني خالص. الطاسه دي على النار. حلو، دي اللي ولعت. تمام، ركزي معايا في المعلومه دي، حلوه قوي. هعمل ايه؟ هحط شويه عصير برتقال في الطاسه. ده الجديد، ايه؟ عصير برتقال في الطاسه، حلو قوي. وهحط على عصير البرتقال ده يا عم الشيف معلقه سكر. الله عليك شيف، بيخترع النهارده ابتكار. معلقه سكر، وبمضرب ما عداش لا على بيض ولا سوري، ما عداش لا على بصل ولا توم، يعني ما فيهوش اي طعم اكل خالص. عشان البرتقال ما يكرفش مني. عندنا البرتقال خلاص، دوبنا السكر فيه، ما نسيبوش لما يغلي، يبقى دافي كده بس زي الفل. بناخده زي ما هو كده، وننزل بالخميرة. الله. الخميرة. هو ده الكلام. شفت الخميرة عملت ايه؟ بصي، لان الحليب البرتقال دافي، عامل خلاص، وبعدين ما بقتش كلاكيع ولا حبيبات. اول ما نضرب المضرب ده كده هتلاقيها دابت على طول اهي، علشان يساعد على ذوبان الخميرة وتشغيلها، ومعلقه السكر بتخليها العضلات بتاعتها تبقى قويه. يعني الماده الرافعه فيها تشتغل. يبقى الخميره والسكر والبرتقال دول على جنب. ده الجديد، ده اللي يخلي الطحينه بقى تشتغل في قلب الكيكه. نخلي دول على جنب، ناخد الزبادي بديل للبيض في قلب الكيكه.
عادي لو بتعمل كيكه عاديه وعايز تحط فيها زبادي بدل البيض مفيش مشكله، لان الزبادي فيه ماده متخمره، وانت ممكن تعملي زبادي من غير ما يكون عندك علبه زبادي خميره، مستحيل. زبادي يعني عندك علبه زبادي على جنب. حلو الكلام. معانا البيكنج باودر، بننزله على الدقيق الاول ونقلبه، ده الطبيعي. بيكنج باودر على الدقيق، شويه ملح صغيرين، فين الملح يا عم الشيف؟ حلو. ما تحطش الملح على الخميره هيوقف حالها وما يخليهاش تشتغل، خلي بالك. يبقى انا حطيت دلوقتي عندي عيارين، سوري ثلاثه، البيض مع السكر مع الزبادي مخفوقين، وعندي الخميره دايبه مع برتقان وسكر، وعندي الدقيق. يبقى فضل الطحينه، ننزل بالطحينه فين؟ ننزل بالطحينه هنا. حلوه. ونقلب. خلي بالك الخليط انت شايفاه دلوقتي ايه؟ خفيف، هيتقل دلوقتي، هيتقل. بعون الله. ننزل بالبرتقان الدافي مع الخميره. ايه الكيكه اللي فيها تفاصيل كتيره دي يا ابو غازي؟ ما بقتش كيكه، ده وجبه فيها كل حاجه اللي بتدورها عليها هتلاقيه فيها، بروتين هتلاقي، اوميجا 3 هتلاقي، بروتين حيواني هتلاقي، كالسيوم هتلاقي، معادن هتلاقي، فوسفور هتلاقي، زنك هتلاقي. ناخد الدقيق ننزل بيه هنا، خلص الكلام. ونقلب. ما انت ما عيرتش يا شيف، ايدي عيار يا فندم، ايدي عيار يا فندم. والله العظيم ما بعاير، بركة أكلة أمي دي، بركة أكلة أمي، بركة. أهي يا فندم، أهي أهي، والله ما عيرت. هوريك قوام دلوقتي حكاية، والطحينة عاملة عمايلها جوه هنا. كنت زمان وأنا صغير كانت الحاجة رحمة الله عليها تعمل الإيه؟ البسيسة بالبرتقال، كنت آكل العجينة نية. ولغاية دلوقتي الأطفال عندنا في المطبخ يخش ياكلوا عجينة الكيكة نية وعجينة الكريب نية. شايف القوام ده كده؟ الطحينة هنا بقى عاملة عمايلها. في شوية طحينة أنا عايزهم أنا هنا. سيبهم لمين دول؟ خسارة. حلو. بص القوام ده. بص القوام ده. حاضر. دفعت. ادت لي زي الفل. هناخد كل ده قبل ما نطلع الفصل بتاعنا عشان مخرجنا ما زعلش مننا، وعندنا قالب كيك محترم. القالب ده يا عم الشيف اهو، عاملين ايه يا عم الشيف؟ متهون سمنه بلدي او زبده، بس يفضل سمنه بلدي. حلو الكلام. وحطينا بعد كده شويه دقيق في قلبه بقى معانا بالشكل ده، وتحط في التلاجة. طب ليه في التلاجة؟ عشان لما انزل بالقوام ده او بالخليط ده هنا ما يعلمش مكانه وياخد الزبده والدقيق في مكان تاني، يبقى متماسك. هناخد كل ده مع بعضه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل كده 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 كده. حلاوه شقاوه يا ويلي يا ويلي. ابتكار وحقوق الطبع لدينا وبس. تقدري تقدمي معاه شويه فروت سلطات مش هتقول لا، تقدري تقدمي معاه شويه بطيخ في قلبها مش هتقول لا، شويه عنب في قلبها مش هتقول لا، زي ما انت عايزه. بعد ما تتقلب دي هيديكي فراغ في النص كده، الفراغ ده ممكن تحط فيه اي حاجه انت حباها. ننزل ببقيه الخليط ده كده. ده يتساب يا راجل، ده فيه كل حاجه حلوه. شفت الرزقه دي؟ مش هسيب اي حاجه هنا. وساره دي تقعد عندك اسبوع في البيت، طلع نازله تاكلي منها. جوزك رايح على الشغل ياخد حته منها، ابنك رايح على النادي ياخد حته منها، ماما عندك اديها زياره حتتين ثلاثه اربعه، حماتك عندك اديها سته سبعه. هناخد دي يا عم الشيف في درجة حرارة 180. صلي على الحبيب قلبك يطيب. درجة حرارة الفرن عندي 180، هندخلها الفرن. يلا هندخلها الفرن مع بعض دلوقتي
وعايز لها في الفوت تايم تقريبا من 30 ل 40 دقيقة. أو حاضر. والفول قدام، الفول جاهز. ايه اللي انت بتعمله ده يا شيف؟ برزنتيشن اهو زي الفل في درجة حرارة الفرن هنا. طب مكانها فين هنا بقى؟ الحلاوة والجمال مكانها فين؟ مكانها في أرضية الفرن. بسم الله. بص عليها. أشيل دي أهو عينيا. أنا عارف مش باينة ليه يا برنس. بانت كده. يلا بينا نطلع فاصل من اللوكيشن ده، ايه رايك؟ من عند الفرن والكيكه اللي فيها كل العناصر الغذائيه، او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل عشان نرجع لاكله متوثقه من الاكلات المصريه الشعبيه الاصيله اللي في اي مكان في العالم هي مصريه، ومع السموزي البطيخ الجميل اللي جبر بخاطرنا وحمار وحلاوه وجمال يا بطيخ. او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا موضوع الكيكه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا ونصيبنا بقى، استوت ما استوتش قالوا لي خلاص احنا خلصنا. الله بعون الله استوت. نعمين ست الكل. حاضر. يعني اقلبها ولا ما اقلبهاش؟ قولوا لي. حاضر حاضر يا فندم. حاضر 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 يا ست الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعمل ايه بقى؟ حاجه حلوه قوي. الله اكبر. يا رب اكبر بخاطرنا يا رب، زي ما جبرت بخاطرنا في البطيخه وطلعت حمراء يا رب. اللهم صل على النبي. مرزق يا ابن مغاز. حلو. فرح فيا المخرج اللي مش قلت لك مش هتلحق تستوي. اصبر عليا، ده انا هدلعها لك اخر دلع. والله انت ابن حلال. طبيعه الطحينه بتحب شويه ايه فليفر. الله حلو قوي. شوف بقى التركيه اللي جايه. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده هو ده ده الدلع. شوف الحته اللي جايه دي بقى. اللهم صل على النبي. حته بطيخه وحته كيكه يا حماده. حاضر حاضر. بالله عليك، والسفرة دي كلفت حاجة؟ كلفت يا شيف، بس مش كلفت فلوس، كلفت فكر طهوي، كلفت حب للمطبخ، كلفت إبداع، كلفت إنك عايزة تخش المطبخ تعملي حاجة حلوة. حلو الكلام؟ مطبخنا النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، ولكن في عناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم حسب أفراد الأسرة وأعمارهم. حلو الكلام؟ عملنا كيكة بالطحينة، عملنا فول، الفول المقلي أكلة موثقة مصرية من الأكلات الشعبية، عملنا السموز البطيخ، عملنا حاجة خارج المقرر وخارج النص، سلطة كوكتيل جات خضرة بتفاصيله كده من خير أرضنا، ما كلفناش حاجة، بس هو العروسة بتاعت السفرة. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.